الثاني شديد الغضب وصار خلاف كبير وضربني، هذه يرجع فيها إلى لجنة الفتوى ينادونه ويسمعون منه ويشوفون درجة الغضب، لأن ما في أحد يطلقه مستانس، ما يطلق له غضبان عادة يعني، إلا اللي يكونوا متفاهمين على الطلاق لما متوالمين وكذا يطلقون بهدوء، لكن عادة أكثر اللي يطلقون يطلقه غضبان، فينظر هذا الغضب إذا كان هذا الغضب كما يقول أخرجه من طوره، يعني لا يعرف ماذا يقول، حتى لما يقول طلقت يقول ما أذكر، هاي يسمونه الإغلاق، أغلق عليه ما يدري إيش قاعد يقول، هذا الذي قال أهل العلم لا يقع طلاقه طلاق الغضبان، لكن ما نستطيع نحكم هل هذا كان وصل لهذه المرحلة أو لم يصل إلى هذه المرحلة، لكن لازم يراجع لجنة الفتوى، ولجنة الفتوى يسألونه وممكن ينادون الزوجة يسألونها كيف كانت درجة الغضب حتى يقبل منه غضبه أو لا يقبل.